إذا إحنا لحد الآن ركزنا على الروتيشن، فقلنا إذا عندي هون فريم، والفريم أي كلمة فريم نرمز لها بالرمز مثلا إيه كيرلي براكتس، هذا فريم. فريم هو يساوي مجموع بوزيشن، هو بوزيشن للأوريجن، وبمثله بفكتر وأورينتيشن، وبمثله بماتريكس. هذا سميناه فريم، فريم أو فريم أوف ريفرنس، وبنرمز له بالرمز ليتر معينة، كابيتال ليتر معينة، إن كيرلي براكتس. كيرلي يعني معقوفة أو أول. فعندي إذا عندي فريم، هلا إحنا اللي ركزنا عليه لحد الآن قلنا لو عندي هذا الفريم ونعمل له روتيشن، لو هذا فريم عمل له روتيشن مثلا حوالين إكس مثلا واي وزد، فصار فريم جديد اللي هو بي. كل اللي اشتغلناه، معظم الشغل اللي اشتغلناه الماتلاب لحد الآن كيف أعبر عن هاي الروتيشن، مش هيك؟ طلعنا بروتيشن ماتريكس، والروتيشن ماتريكس سميناها ار بي بالنسبة لاي، وصارت هاي كأنها ماثل هاي الفريم الأصلي اللي هو اي الأسود، والفريم جديد اللي هو بي. هذا كل اللي حكيناه لحد الآن، لكن هذا زي ما حكينا هذا غير كافي، بدي أضيف كمان للروتيشن، بدي أضيف ترانزليشن. ترانزليشن بحركة خطية، ففي عندي فصار لو عندي أنا الروتيشن الفريم الأصلي اللي هو A، وعندي فريم تاني B، لو فرضنا الفريم B مش روتيتد بالنسبة لA، الفرق بينهم بيكون بس ترانزليشن. فالروتيشن ماتريكس بالنسبة لهدول إيش؟ الايدنتيتي ماتريكس. الروتيشن هاي بالحاله هاي، لانه هذا موازي لهذا وهذا موازي لهذا وهذا موازي لهذا، ار هي الايدنتيتي ماتريكس. بس انا في عندي ترانزليشن، هلا هاي النقطه راح نسميها ايه اورج، الاوريجن تبع ايه، وهاي النقطه راح نسميها بي اورج. ففي عندي الان فيكتور بي، هذا الفيكتور هون بي، بي بورج بالنسبة لـ A، يعني الفيكتور اللي بيمثل الترانزليشن اللي صارت بين الأوريجن تبع A والأوريجن تبع B بالنسبة لـ A، وهذا فيكتور وهذا بمثله بفيكتور، فبمثله ب، فعندي هون في ترانزليشن في X وترانزليشن في Y وترانزليشن في Z، واضح؟ يعني بالحق انا هون هلا اخذت حاله خاصه، عكست بالهون ايش كان عندي؟ هون عندي روتيشن بدون، فهون بي بي اورج بالنسبه لاي بالحاله هاي ايش بيساوي؟ 0 0 0، مش هيك؟ ما فيش اي ترانزليشن، ما في ترانزليشن بين الاوريجن تبع اي والاوريجن تبع بي في الحاله هاي. بالحاله هاي ما فيش عندي روتيشن، ففي عندي صار اخذنا هذا الفريم هو نفسه الاورينتيشن تبع هذا الفريم، فعندي هون واحد واحد واحد، فضل واحد 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 بهدول الاتجاهات، فالروتيشن ماتريكس هي الايدنتيتي ماتريكس. لكن هون صار في عندي اكس ديسبيسمنت، واي ديسبيسمنت، زد ديسبيسمنت، او اذا بنحكي عنه اظن بنقدر نحكي عنه اكس بي بالنسبه لاي، واي بي بالنسبه لاي، وزد بي بالنسبه لاي. هاي الديسبيسمنتس اللي صاروا في الحالات هاي، ماشي؟ هاي الحاله العامله باستعمال هاي الترمينولوجي، مش بقدر الان اعبر عن اي فريم بالنسبه لاي فريم ثاني، اي فريم بالنسبه لاي فريم. لاحظوا طبعا الترانزليشن اوف بي بالنسبه لاي مش نفسه هو الترانزليشن اوف اي بالنسبه لبي، مزبوط؟ هذا الفيكتور مش نفسه هذا الفيكتور، مزبوط؟ عكسه، بس كمان بدي اعرف بالنسبه لايش عمالي بقيسه. ونفس الشيء والترانزليشن والروتيشن، عفوا، هل الروتيشن اي بالنسبه لبي، بي بالنسبه لاي هي نفسها اي بالنسبه لبي؟ لا، شو العلاقة بينهم؟ علي صوتك. ترانسبوز او الانفرس، الانفرس او ترانسبوز، في الحالة هاي بس لانها اورثونورمال ماتريكس، الترانسبوز مساوي للانفرس نفسه. تمام، ماشي. هلا بدي احاول احطهم انا في نوتيشن عامة، هلا انا ممكن ابدا في البداية اقول انه بي اوف بي بالنسبة، او بي لو فيكتور معين عندي بي
بالنسبة ل A يساوي P بالنسبة ل B مضروب في الروتيشن B بالنسبة ل A زائد P B or بالنسبة ل A. بقدر أعمل زي هيك، هذا كولوم فيكتور، هذا كولوم فيكتور، وهذا كولوم فيكتور نعمل له بروسيسنج على الماتريكس. مظبوط، واضح. انا اخذت في عندي هلا هون لو بدي احكي عن فيكتور جديد، لو عندي فيكتور هون وهذا الفيكتور اسمه بي with respect to بي، وايش انا بدي احاول اطلع؟ بدي اطلع هذا الفيكتور بدلاله ايه. طبعا هون الحاله هاي حاله خاصه لانه ما فيش في روتيشن، بس بشكل عام هذا الفيكتور اذا بدي اطلعه بالنسبه لبي بقدر اطلع نفس الفيكتور بالنسبه لاي. مزبوط، شو بعمل عليه الاوبريشنز اللي بعملها عليه؟ بعمل عليه روتيشن وبعدين بعمل عليه ترانسليشن. خلينا نرسمها بشكل اوضح، راح امحي هذول الاثنين واحط الحاله العامه. نعم تفضل. احنا مظبوط، اوكي تمام ماشي. احنا لاحظوا هون عمالنا بنستعمل الفيكتور حتى اعبر عن ثلاث ارقام، انا سميته فيكتور. اوكي، سهل جدا في لغه الماتلاب ولغه الماتريسيز ولغه الروبوتس اني استخدم كلمه فيكتور. هل هو فعلا في فيكتور؟ مش شرط انه يكون في فيكتور، بس ممكن اعبر عنه بفيكتور. يعني لو جيت انا قلت لك ايش هاي النقطه بالفضاء، انا ايش عم بحكي؟ ايش الكلمه اللي حكيتها؟ نقطة، ما حكيت فيكتور. ايش تقدر تقولي لي؟ تقدر تقولي لي هاي النقطة بهذا الفريم ايه معبر عنها بهذا الفيكتور، والفيكتور هذا انا راح استعمله، انا قررت استعمله كولوم فيكتور، كان ممكن يكون رو فيكتور، ها؟ وهذا هو عن 5 4 1 مثلا. مش بصير اعمل هيك؟ هلا انت بلغتك ايش عم بتقولي؟ بتقولي هذا الاوريجن تبع هذا او النقطة هاي هي مزاحة، 5 درجات باتجاه الاكس، 4 درجات باتجاه الواي، وحدة باتجاه الزد. بصير، بس انا عم بستعمل كلمة فيكتور، كلمة فيكتور عم بعبر عن ازاحة وإلها اتجاه. هلا نطلع الحالة العامة، نرجع مرة ثانية، لو عندي الفريم ريفرنس فريم A وجينا اطلعنا على فريم B، فريم B في له ديسبيسمنت، هاي الديسبيسمنت من هون، وفي ازاحة بزاوية معينة، خلينا نفترض أبسط نوع من الألواح، خلينا نفترض إنه في عندي روتيشن حوالين الإكس بمقدار 30 درجة. وين الاكس البوزيتيف هون؟ بهذا الفريم، خلينا مثلا نقول انه هذه واي اي وهي اكس اي وهي زد اي، هل هذا بوزيتيف فريم اوف رايت هاند سيستم؟ وهذا هون بدي احطه رايت. هلا اللي راح اعمله، راح اعمل روتيشن حوالين الاكس حتى تكون الزاوية بوزيتيف، وين لازم يكون اتجاه الروتيشن؟ هي الاكس اي، مش هيك؟ فهذول الاثنين ايش بده يصير فيهم؟ نعمل روتيشن بهذا الاتجاه، ماشي؟ بصير هذا الفريم اللي هون اللي هو بي روتيتد بهذا الشكل وبهذا الشكل، وبتضلها هاي الاكس بنفس الاتجاه، فصار عندي هلا واي بي هون، زد بي هون، واكس بي ضل بنفس مكانه. طيب انسوا هلا الديسبيسمنت اورينتيشن، انتوا بتعرفوا تعملوها مزبوط؟ مش في عندنا ماتريكس؟ نتذكر نكتب الماتريكس يا مشاكبه، ايش تطلع معي هاي الماتريكس ار. هلا تذكروا حوالين مين عم نعمل روتيشن؟ حوالين اكس، بنعمل حوالين الاكس، اذا الاكس ما بده يتغير، اذا مباشره بقدر احط مضبوط راح يتغيروا. هلا اذا متذكرينها، اذا مش متذكرها، عندي كوساين ثيتا ماينس ساين ثيتا، ساين ثيتا كوساين ثيتا، الحاله الوحيده اللي تنعكس الاشاره في حاله الواي، لانه بنعكس الفريم، بنعكس الكونفنشن. اذا هاي بتمثل، بس هاي ما بتحكي لي القصه كامله، هل تعطيني القصه كامله؟ شو اللي ما بتهمله هاي؟ بتهمل هذا. خليني افترض انه عندي انا ترانزليشن بهذا المقدار، وهذه ازاحه صارت بين هذا الاوريجن وهذا الاوريجن من هون. هلا لو عندي، هلا ممكن الترانزليشن والروتيشن تعبر عن فريم تحرك ونعمل له روتيشن، وممكن كمان تعبر عن فيكتور موجود هون وبدي اعبر عن هذا الفيكتور بدلاله هون، هي نفسها نفسها. هدول العمليتين هم نفسهم، شو هم العمليتين؟ العمليتين هم يا اما بقول في عندي فريم نعمل له روتيشن ونعمل له ترانزليشن، مش هذا فريم، هذا الفريم ايش اسمه؟ بي، هذا الفريم ايش اسمه؟ ايه.
جيت انا قلت لك، قلت لك يا نما اعطيني ماتريكس بتمثل مره واحده بتمثل الروتيشن تبع هذا الفريم والترانزليشن مره واحده. هذه وان انتربريتيشن، انتربريتيشن معناها تفسير. تفسير ثاني لنفس الماتريكس بيكون انه عندي انا فيكتور موجود في بي واعطيتك احداثياته بالنسبه لبي وطلبت منك ايش؟ تعطيني احداثياته بالنسبه لي. هي نفس الماتريكس، نفس الماتريكس تماما زي الروتيشن. بالروتيشن احنا كنا نقول اذا انا عملت روتيشن زي هاي الروتيشن، هاي الروتيشن شو ممكن تمثل؟ ممكن تمثل شغلتين، ممكن تفسيرها هو اثنين. ايش هما التفسيرين؟ التفسير الاول انه انا جبت الفريم الفريم اي وايش عملت له؟ روتيشن حوالين الاكس اكس بمقدار 30 درجه، فنتج عندي الروتيشن. هذه وان انتربريتيشن، هذا وان تفسير فيزيكال انتربريتيشن. بس شو التفسير الثاني كمان لهي الماتريكس؟ انه لو عندي فيكتور موجود بدلاله بي ايش احداثياته بدلاله اي؟ بقدر اعمل له ترانسفورميشن، هو بيحول لي الفيكتور اللي بدلاله بي لدلاله اي. فاهمين شو يعني انتربريتيشن؟ تفسير. يعني انت بتيجي بتقول لي هاي الماتريكس شو معناها؟ شو بتعمل هاي؟ شو بتمثل هاي الماتريكس؟ هاي الماتريكس بتمثل روتيشن للفريم بي بالنسبه لاي؟ بمقدار 30 درجه حول الاكس اكسس، مظبوط؟ او تمثل الترانسفورميشن اللي بعمله على فيكتور. لو عندي فيكتور وضربت هاي في هذا الكولوم فيكتور من هون بدلاله بي، شو بعطيني اي فيكتور؟ فيكتور بدلاله اي. فممكن انا اجي اعمل الان، اجي احط اضرب هذا، اضربه بفيكتور بي بدلاله بي ويعطيني الفيكتور بي بدلاله اي. يعني لو كان عندي هون فيكتور محطوط اصلا، كان عندي هون فيكتور موجود بدلاله بي، بقدر اطلع احداثياته بدلاله اي. نفس الماتريكس ما تغيرت، هي لها تفسيرين. لا لا انا حكيت بس بالحاله العامه هون، انا الحاله الخاصه. الحاله العامه شو بتصير؟ بضيف له كمان شيء ثاني. طيب اذا هلا لو بدي احط الحالتين هذول مع بعض، احطهم مره واحده في كومباكت ماتريكس، راح نسميها ترانسفورميشن. الترانسفورميشن بتشمل روتيشن وترانزليشن، وبنرمز لها بالماتريكس كابيتال تي. كابيتال تي زي ما كانت الروتيشن ايش هي؟ كابيتال ار. كابيتال تي بتمثل ترانزليشن وروتيشن. فاحنا بنقول انه بي بالنسبه ل A بيساوي ار بي A، بي بالنسبه ل B زائد بي بي اور بالنسبه ل A. الكل فاهم هاي شو هو عم نعمل؟ عم نعمل روتيشن على الفيكتور، بعدين عم نعمل ترانزليشن للاوريجنز. وببساطة إذا أنا طلعت هلا هون عم بطلع أنا بي بالنسبة لـ A بس بدون ترانزليشن، بي بالنسبة لـ A بس بالنسبة لهذا الأوريجن. إذا بدي أحرك أي فيكتور من هذا الأوريجن لهذا الأوريجن شو بعمل؟ بس بجمع الثلاث إزاحات اللي هون، مظبوط؟ يعني لو كان عندي فيكتور هون بدي أطلع هذا الفيكتور، بعمل له أول روتيشن بعدين بعمل له إزاحة من هون. كل فاهم هاي قبل ما ننتقل للنقطة اللي بعدها؟